الحب تعريفه، أنواعه، أعراضه، لغاته وقواعده. لما حكينا عن كتب أحلام استغانمي في إحدى الحلقات السابقة، كثير ناس تهمونا بالجفاف العاطفي وإنه ضد الحب والمحبة، لكن أكيد ما كان هذا هدفنا من هذيك الحلقة. لهيك رح نحكي اليوم عن مجموعة من الكتب اللي بتحكي عن الحب. تعالوا نشوف. والحب أعزك الله داء عياء، وفيه الدواء منه على قدر المعاناة، وسقام مستلذ، وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء ولا يتمنى عليلها الإفاقة، يزين للمرء ما كان يأنف منه ويسهل عليه ما كان يصعب عنده، حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة. عمرك فكرت تسأل حالك شو هو الحب؟ في طوق الحمامة بصارة ابن حزم الأندلسي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالحب. بعرف الحب بيحكي عن أصله، أعراضه، خصائصه، وكمان شو هي العلامات اللي ممكن تعرف لنا الناس اللي واقعين في الحب. الحلو بهذا الكتاب إنه مليء بالأخبار المثيرة والغنية من المجتمع الأندلسي عن الحب والمتحابين في ذلك الزمان. وبحكم إنه ابن حزم الأندلسي ولد في بيئة تزخر بالنساء والجواري، فهو كان له إنه يطلع على الكثير من قصصهم المثيرة عن كيف كانوا يعرفوا مين بتحب مين، كيف كانوا يستروا أخبار بعض لما يعرفوا عن المتحابين، أو حتى يفضحوا سرهم أحياناً. وكمان بيحكي لنا قصص غريبة مستحيل نتصورها في زمننا الحالي عن ناس ضاع عقلهم بعد ما وقع في الحب، مثل قصة رجل حلم بجارية في المنام وطار عقله لأنه حبها في المنام، ولما صحي تاني يوم صار يدور عليها في كل أرجاء الأندلس على أمل أنه يلاقيها وتطلع حقيقية. من أكثر الأمور الجدلية في هذا الكتاب أنه الكاتب برأيه أنه الحب لا يمكن يكون غير مرة واحدة ولشخص واحد فقط، وهو بيشوف أنه أي شخص ممكن يحب أكثر من مرة أو أكثر من شخص بنفس الوقت هو واهم ومش عم يعيش حالة حب أصلاً. فشو رأيكم أنتو؟ هل بتوافقوا الكاتب بفكرته هاي، أو بتشوفوا أنه الحب مش شرط يكون حصري وممكن يكون في أكثر من مرة ولأكثر من شخص في نفس الوقت؟ طوق الحمامة من كتبنا التراثية الفخمة اللي ظلت بعد كل هالسنين من أهم المراجع في علم الحب، وهو على فكرة ترجم الكثير من اللغات حول العالم. أنا قرأته لهلأ 3 مرات وما عندي مانع أرجع أقرأه كمان مرة. لو في أكثر من 5 نجمات كنت أكيد رح أعطيهم لطوق الحمامة. عمرك حسيت أنك أنت وشريكة حياتك زي كأنه واحد بالشرق وواحد بالغرب، مش كتير متفاهمين على بعض، ومع أنكم بتحبوا بعض لكن زي كأنه كل واحد فيكم بيحكي لغة مختلفة؟ في The Five Love Languages أو لغات الحب الخمس بيحكينا غاري تشابمان عن خلاصة تجربته في الاستشارات الزوجية اللي بيانت له أنه في 5 لغات للحب. هاي اللغات فكرتها تماماً مثل اللغات المحكية، يعني لو أنت بتحكي عربي وشريك حياتك بس بيفهم صيني، فمن الطبيعي أنه تنشأ بينكم مشاكل وما تكونوا كتير بتفهموا لبعض. الكتاب فكرته قائمة على أنه كل إنسان في عنده مثل خزان للحب، هذا الخزان لازم دائماً يكون مليء لحتى الإنسان يكون سعيد ومتوازن في علاقاته مع الآخرين، لكن كل إنسان في له لغة مختلفة أو اللي هي تعبير مختلف للحب من شأنه أنه يعبي هذا الخزان. الكتاب بيقدم شرح لكل لغة من هاي اللغات، وكمان بيعطينا نصائح كيف نقدر نعرف شو هي اللغة اللي إحنا بنتحدثها وشو هي لغة الحب اللي بيتحدثها شريك حياتنا أو الناس اللي حوالينا. وعلى فكرة مش شرط تكون بتحكي لغة واحدة بس للحب، ممكن كل إنسان يكون بيحكي أكثر من لغة من لغات الحب، وكمان كل لغة بيندرج تحتيها مجموعة من اللهجات اللي هي الأمور المتعلقة في هاي اللغة للحب. الكتاب فكرته ملفتة وتستحق القراءة وحتى التجربة لو كنتوا عم بتواجهوا مشاكل في علاقاتكم أو حابين تحسنوا من طرق التواصل فيما بينكم. على فكرة هو ترجم لأكثر من لغة حول العالم وجدا مشهور ما بين الناس وكثير ناس جربوه حول العالم. هذا الكتاب أنا بعطيه 3.5/5. من أكثر الكتب المشهورة اللي انتشرت واللي أنتوا كمان حكيتوا لنا عنها في التعليقات، بتصور صارت موضة إنه كل حدا لازم يكون قرأ قواعد العشق الـ40. الكتاب عبقريته بالنسبة لإلي بأنه عنوانه ملفت جداً وكفيل بانتشاره، رغم أنه ما بيحكي عن الحب بالمفهوم اللي ممكن يجي ببال القارئ قبل ما يقرأه. الكتاب فكرته أنه بيطرح قصتين من زمنين مختلفين بشكل متوازي. القصة الأولى هي قصة حب بين إلا وعزيز في زمننا الحالي، والثانية عن قصة الارتباط الروحي بين مولانا جلال الدين رومي وشمس الدين تبريزي في القرن 13. إلا قارئة روايات بيكون عليها مراجعة نص كاتبه هو عزيز. النص بيكون بيحكي عن رحلة شمس الدين تبريزي التنويرية وسعيه الحثيث لأنه يلاقي رفيق روحي يقدر ينقل من خلاله تجربته الصوفية في البحث عن الله ونشر المحبة بين الناس. وجلال الدين رومي فقيه ديني ملتزم مشهور ومحبوب بين الناس، بيقدر له أنه يلتقي شمس تبريزي ويكون هو الرفيق المنتظر.
رح نشوف أحداث رحلتهم مع بعض وكيف المحبة بتقدر إنها تغير حياة الناس وتغير حياة الفقيه الملتزم اللي بيطلع عن قلبه الديني لحتى بينتهي في النهاية إنه يصير شاعر ينشر المحبة بين الناس وينقل التعليم يلي تعلمها من شمس الدين تبريزي، والرحلة فيما بينهم رح تنتهي بنهاية مؤلمة. كمان رح نشوف كيف المحبة يمكن يساء فهمها ما بين الناس اللي كان منتشر فيما بينهم التعصب الديني وأساء فهم العلاقة ما بين شمس تبريزي وجلال الدين رومي. وبعد كل حدث مهم خلال هاي الرحلة رح نقرأ أحد القواعد الأربعين اللي أرساها شمس الدين تبريزي واللي تسمى الكتاب على اسمها. الكتاب بالنسبة إلي جميل وملفت لأنه بيحكي عن نوع تاني ومعنى أبعد للحب، وعلى فكرة هو من الكتب المشهورة جدا زي ما حكينا ويلي أنتوا كمان ركزتوا عليه في تعليقاتكم. الكتاب أنا بعطيه 3/5. الحب من المواضيع اللي كنت كتير أستغرب إني ممكن أقرأ عنها في كتاب، لأني بحس إنه المشاعر الإنسانية صعب تتوصف في قالب علمي أو تنحط في رواية، لكن كتب اليوم كانت تجربة مختلفة في القراءة وممتعة بالنسبة لإلي. احكوا لنا أنتوا شو رأيكم في الكتب اللي بتحكي عن المشاعر الإنسانية وبتتناول مواضيع مثل الحب مثلاً، وانصحونا كمان بمجموعة كتب قرأتوها في هذا الموضوع.